فوق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان. أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل الخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. مبارك عليكم ما تبقى من الشهر الفضيل. رسائل الكاتيوشا لا زالت ترسل إلى عدة مناطق، مطار بغداد، قاعدة بلد، واليوم أيضا قاعدة عين الأسد. صاروخين سقطوا في العراء في الصحراء، لكن هذه الرسائل كلها تنبئ بشيء خطير قبيل الانتخابات، أنه هل يستطيع السيد الكاظم فعليا أن يسيطر على السلاح المنفلت؟ يعني لا زالت الكاتيوشا تقصف أرواح العراقيين، ولا زالت الكاتيوشا تتجاوز حدودها وتضرب هيبة الدولة أولا. هسه بغض النظر احنا ضد الاحتلال، احنا ما نريد الاحتلال، لكن اكو هيبة للدولة، وكل التواجدات العسكرية في العراق هي ضمن اتفاقيات بين الحكومة العراقية وبين التحالف الدولي او وبين الجانب الامريكي. فهل يستطيع السيد الكاظمي فعليا ايقاف هذه الرسائل او هذه الصواريخ قبيل الانتخابات لكي تكون فعليا هناك انتخابات نزيهة بعيدة عن المال السياسي وعن السلاح السياسي؟ بالمقابل اليوم كان اكو حدث مهم، وهو استقالة السيد وزير الصحة. الكثير يتحدث عن ان التقرير مستشفى ابن الخطيب الذي اعدته حكومة السيد الكاظمي هو لم يكن بالمستوى المطلوب، وكان فيه محاباه سياسيه، لهذا ذهب الاغلب الى ان حتى الاستقاله كانت بنكهه سياسيه خالصه، استطاع من خلالها السيد الكاظمي ان يحابي الكتله اللي ينتمي اليها السيد وزير الصحه، لهذا الاستقاله تنفي أو تعفي السيد وزير الصحة من العقوبة. ليش ما أقاله؟ لو تم إقالة السيد وزير الصحة لكان أحيل إلى التحقيق ومن ثم إلى العقوبة، ليكن عبرة لمن اعتبر للوزراء اللي بعده. لكن هذه الاستقالة سحب اليد ومن ثم بعد فترة استقالة ويصوت عليها رأسا مجلس الوزراء بهذه الطريقة، واضح أن كل ما في الأمر هو لعبة سياسية. لحد الآن احنا ما خلصانين من اللعب السياسية، فاحنا في بداية الموسم، يعني اذا مو هالاسبوع فالاسبوع القادم راح تبلش موسم الانشقاقات والتحالفات والتسقيط الانتخابي، واكو بوادر كثيرة واضحة تلوح بالافق تدلل على التسقيط الانتخابي مبكر. ملفات مهمة سأناقشها مع ضيوفي من بغداد، رئيس مركز اليرموك للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمار العزاوي. دكتور مرحبا بك، مبارك عليك ما تبقى من الشهر وحياك الله. حياك الله، صحة وسلامة. حياك الله. وأيضا ضيفي من أربيل الأستاذ علي البيدر، الباحث في الشأن السياسي. أستاذ علي مرحبا بك ومبارك عليك ما تبقى من الشهر، حياك الله. أهلا أستاذ مقداد، تحية لك وللجمهور وللضيف الكريم. حياك الله. دكتور عمار خلي أبدي وياك، استقالة وزير الصحة وتصويت مجلس الوزراء بهذه السرعة وقبلها سحب اليد، كيف تنظر لهذا الموضوع؟ سريعا تفضل. بدءا تحية طيبة لك أخي العزيز الأخ مقداد، ومبارك عليك ما بقى من شهر رمضان كما قلت، ولمشاهدي قناة سامراء الفضائية وللأخ الضيف الآخر. يعني أرى أنه استقالة السيد وزير الصحة كانت نتيجة حتمية للإخفاقات الصحية المتكررة خلال الفترة الماضية منذ بدء جائحة كورونا وتشكيل الحكومة الجديدة وحتى هذه اللحظة. لم تكن هنالك بوادر انفراج صحي ووجود لأدوات تحقق التقدم الطبي أو الصحي على مختلف المستويات، وجاءت نتيجة الحرائق في مستشفى
الأخير هو الذي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. لذلك أرى أنه هذه الاستقالة نتيجة حتمية، ولكنها بنفس الوقت كما أشرت كانت بمحاباه سياسيه. يعني نعرف جيدا انه السيد وزير الصحه كان المفروض ان يقال منذ اليوم الاول، يقال وليس هو الذي يقدم استقالته في ظل المعطيات وفي ظل النتائج التي حدثت في الحريق والابرياء الذين ذهبوا، وكان الجميع عليه ان يتحمل مسؤوليته، او حتى هو كان المفروض يقدم استقالته منذ اليوم الاول. ولكن هذه الامور ارى انها تدخل في باب التودد السياسي بين طرف وطرف آخر للخروج بأقل الخسائر وللخروج بماء وجه يحاول البعض أن يبيضه أو يحفظ معه. نعم. طيب، المحاباة السياسية كانت واضحة في موضوع السيد وزير الصحة، شنو اللي يريد يوصل للسيد الكاظمي من هذه المحاباة؟ يعني ما يريد أنه يحمل المسؤولية كاملة للسيد وزير الصحة، ولو وإحنا المفروض هي المنظومة الصحية المسؤول عنها الوزير تحت أي مسمى، هو قائد هذه المنظومة، وهو الذي يجب أن يسأل، وهو الذي يجب أن يذهب إلى التحقيق، وهو الذي يجمع احترامنا. طبعا أنا لا أتكلم عن شخصه هو كشخص، ولكن كمنصب أتكلم، وما حدث كان شاهدا على ان لا يكون او على ان ليس هنالك واقع صحي حقيقي، وضع مزري، مستشفيات تعاني من الكثير رغم محاوله الاطباء، رغم محاوله الجيش الابيض الوقوف بوجه الوباء وبوقف المشكلات الصحيه الاخرى، ولكن الواقع الصحي لا يسر عدوا ولا صديقا، لانه يحتاج الى الكثير، تراكمات سنوات عديده مضت ندفع ثمنها بالوقت الحاضر. نعم. طيب، التقرير الحكومي كان برأيك منصف ولو أنه جاء متأخرا؟ وليش هذا التأخير؟ يعني حتى يمكن الأربعينية راح تخلص، مو تمام؟ يعني أخوي مقداد، أنا برأيي أرى، يعني أختصر لك إياها، أنه التقرير الحكومي كان كلاسيكيا، لم يأتي بجديد ولم يأتي بأشياء يقف عندها المرء أو يحاول أن يستدرك منها. هذا ما أجيبك عليه. نعم. طيب، تقريرا عاديا يعني. طيب، الآن أنت ذكرت لي نقطة مهمة، السيد الوزير ربما جاء على ركام فشل لسنوات متتالية، مو تمام؟ نعم، طبعا بالطبع. نعم. يعني الواقع الصحي بعد 2003، والله هو إذا ترجع العراق عانى من تردي الواقع الصحي منذ أيام الحصار في التسعينات. نعم. وجاءت مرحلة ما بعد 2003، ملايين ومليارات الدولارات صرفت ولم تبنى مستشفى على طراز عالمي حديث، لم تصرف أجهزة حديثة، لم تكن هنالك معدات طبية، والدليل المسؤولين وغيرهم عندما يتوعكون أو عندما يصابون بأي شيء تراهم يذهبون إلى خارج العراق ويتعالجون في خارج العراق. نعم. بالوقت الذي كان العراق في مرحلة الستينات والسبعينات قبلة دول الشرق الأوسط بالنظام الصحي، كانوا يأتون إلى العراق وكانوا يدخلون في مستشفيات العراق. هذه المعادلة المضحكة المبكية التي ساهم بها من جاء بعد 2003، من جاء خلف الدبابة الأمريكية، من أراد أن يفرض ويضع واقعا هو الواقع غير الذي موجود على الأرض، مع الأسف أخي مقداد. نعم. طيب جميل، سأعود لك أستاذ علي، مرحبا بك وحياك الله. راح نعطيك أيضا 4 دقائق البداية تتحدث لي عن الخدعة التي لجأ إليها مجلس الوزراء في موضوع استقالة السيد وزير الصحة، تفضل. أجدد الترحيب بجنابك الكريم والسادة المشاهدين وضيفكم العزيز. حقيقة ما حصل هي أشبه بالمسرحية والتحايل على المجتمع وكذلك على البرلمان. هذا الإجراء يعني الأسلم أن يتخذ منذ اليوم الأول للحادثة، وأن يعني يحال إلى تحقيق مشدد ومكثف وبإشراف السيد رئيس الوزراء لمعرفة أسباب هذا الحادث والذي يمكن أن يحدث في مستشفيات أخرى.
القضية يعني تشبه قضية إقالة محافظ نينوى الأسبق السيد نوفل العاقوب عندما يعني ذهب ضحية حادثة العبارة. احنا نحتاج إلى حريق مستشفى حتى نقيل وزير الصحة، ونحتاج إلى يعني انهيار بناية جامعية حتى نقيل وزير التعليم، وحريق في النفط حتى يقال وزير النفط. حقيقة هنالك تكلس من الأخفاقات وتراكم في مؤسسات وزارة الصحة، بدءا من أصغر مستوصف يقع في أطراف القرى البعيدة والنائية وصولا إلى رأس الهرم في الوزارة. كان الأجدر بالسيد مصطفى الكاظمي قبل تعيين أي شخصية في هذه الموقع الحساس أن يجتمع بالكتل السياسية وأن يستدعي السيد علاء الدين العلوان الوزير الأسبق للوزارة الذي قدم استقالته في فترة حكومة السيد عادل عبد المهدي، وأن يعني يتشاور معه عن الأخفاقات والكوارث الموجودة في الوزارة والمافيات التي تسيطر على الوزارة وعمليات التبويب الممنهجة التي تحدث على حساب أرواح وأجساد ودماء العراقيين. هذه الخطوة ربما يعني حققت انتصارا للسيد الوزير وجعلته يعني يترفع ويبدو بطلا خارقا فوق العادة، سيما أن يعني ما كتبه في وثيقة استقالته يتحدث عن إنجازات هائلة، وفي نفس الوقت هو يذكر أن الواقع الصحي متهالك ويتجاوز عمره 60 عاما. إذن هنالك ازدواجية أو تناقض في حديث السيد الوزير. هنالك الكثير من المستشفيات ربما واقعها الصحي والخدمي مزري أكثر من هذه المستشفى، إلا أنها يعني من حسن حظ المواطن أو حتى السيد المسؤول في دائرة الصحة اللي تتبعها تلك المراكز الصحية والمستشفيات أنها لم تحدث بها أي حريق أو لم تسلط عليها الأضواء. ثق واعتقد أن هنالك مستشفيات ومراكز صحية في العراق تفتقر إلى الماء المقطر، يعني اللي قيمته ما يتجاوز 5 دنانير بالعملة العراقية. فكيف المواطن العراقي يريد يجري عمليات فوق الكبرى وتلك المراكز والمستشفيات تفتقر إلى أبسط مقومات الخدمة الطبية، في حين أن الدولة تنفق مليارات الدولارات على هذا القطاع بالإضافة إلى ما تقدمه المؤسسات والمنظمات الأممية خدمة للمواطن ومراعاة للظرف الصحي الذي يعيشه العراقيون. حقيقة يعني أقترح أن يتولى السيد مصطفى الكاظمي الإشراف وإدارة وزارة الصحة لما تبقى من عمر حكومته من أجل كشف الكثير من الأوراق ويعني النبش في خبايا تلك الوزارة على مر المراحل السابقة، سيما أن الوزارة تهيمن عليها كتلة سياسية. عندما ينجح الوزير تصفق له وتقول هذا وزيرنا ونحن من وضعناه في هذا المنصب، لكن عندما يخفق تتبرى منه وترفع يد. هستبروا منهما وحادثة أستاذ علي ابن الخطيب كانت خير دليل، وملف استقالة السيد وزير الصحة شاهد. هستبروا منه الكتلة السياسية تبرت من السيد الوزير خلاص؟ والله يبدو أنها تبرت أمام الكاميرات، لكن لا شك أنها تسانده وتدعمه، وربما الآن يعني وصلت إليه بعض الأنباء أنها تبحث له عن منصب رديف أو قريب من مكانته الوظيفية كي يعني رد للدين أو للحفاظ على ما وجهه إن صح التعبير. طيب جميل، راح ارجع لك بعدين بنقطة استقالة الوزير، هل ممكن ان تطيح بوزراء اخر، خصوصا هناك غضب شعبي ضد السيد وزير المالية، جايتنا تظاهرات ضد الكهرباء. لكن خلينا اعود الدكتور عمار بعدين ارجع لك. الدكتور عمار، التحالفات الحالية اللي شفناها ويمكن اعتقد صارت واضحة بعد ان كانت ضبابية طوال الاشهر الماضية، لكن بعد اغلاق الباب اصبحت التحالفات واضحة. هذه التحالفات هل ستنتج لنا في الانتخابات القادمة نفس الشخوص نفس الوزراء بأسماء مختلفة وربما تحت عناوين أيضا
مختلفة وراح نبقى على هذا الفشل لو أكو أمل بهذه التحالفات؟ تفضل. يعني أرى أنه التحالفات بطبيعتها لم تخرج عن المألوف، لم تأتي بشيء جديد، نفس المسميات ونفس التسميات ونفس الوجوه التي كررت نفسها وتحاول أن تعيد إنتاج نفسها. المفارقة في هذه التشكيلة أو في هذه الترشيحات أنه شاهدنا الكثير من المرشحين الذين جاءوا من مناطقهم ليست مناطقهم ورشحوا فيها، يقولون حق انتخابي، لكن أين الجمهور الذي يعرف أبناء هذه المناطق؟ كنا منذ البداية نناشد أن تكون نظام الدوائر هو النظام الأنسب، لأنه ينتج لك مجموعة نواب من المنطقة أو من ضمن الدائرة، ولكن نجد أن الكتل، بعض الكتل السياسية، لا نقول الكل حتى لا نتهم الجميع، بعض الكتل السياسية أرادت أن تفصل كل شيء على مقاسها وأن تذهب بإعادة تكرار الوجوه بتغييرات ورتوش بسيطة وطفيفة، أسماء، ربما بعض الأسماء، لا أقول كل الأسماء، بعض الأسماء التي سئم الشعب العراقي منها وسئم المواطن العراقي منها طيلة السنوات الماضية بتسويق الأكاذيب وتسويق الخدع للمواطن العراقي، وكأن العراقيين كتب عليهم أن لا يشاهدوا وأن لا ينظروا لغير هذه الأسماء التي تحاول أن تعيد تسويق نفسها. أرى أنه هذه التحالفات لن تكون تحالفات طويلة الأمد، أسميها بالتحالفات الانتخابية فقط، ستنتهي باليوم الثاني الذي ستتشكل فيه الحكومة والتي ستأخذ الحصص، يعني الفائزين من الكتل الذين سيشكلون الحكومة وسيأخذون الحصص التي يريدونها بالتشكيلة الوزارية. لذلك أرى أنه هذه التحالفات لن تكون تحالفات عابرة لمرحلة سياسية قادمة بقدر ما أنه ستكون تحالفات مرحلية للانتخابات. طيب، هاي كل التحالفات لو ممكن تحالف يختلف عن تحالف، يعني التحالفات الكردية ربما تختلف بطبيعتها عن التحالفات السنية، خلنا نأخذ التحالفات السنية على سبيل المثال. يعني قلت البعض، لم أقول، لا طيب تمام، لم أعمم، خلنا نأخذ التحالفات السنية على سبيل المثال. التحالفات السنية هي تحالفات انتخابية تكتيكية، تمام؟ العماد هذه التحالفات وأسس هذه التحالفات، نعم، هو التمويل من جهة، وأيضا العلاقة بالسلطة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى. لكن هذه التحالفات كما ذكرت أنت سرعان ما تنتهي أثناء إعلان نتائج الانتخابات، لتلتحق هذه التحالفات أو أغلبها أو شخوصها بالجهة التي ستستلم رئاسة البرلمان، مو تمام؟ نعم. ايش رايك؟ يعني نعم، يعني بالطبع، شوف، هنالك برايي طبعا هنالك نوعين من هذه التحالفات. نوع اراد ان يتجمع بجهه مقابل جهه اخرى، يعني صراع الاضداد، ارادت بعض هذه الجهات السياسيه ان تتواجد فيه، وقسم من القوائم الأخرى أو بعض القوائم أرادت أن تدخل إلى الانتخابات لتحصل على النتيجة المرجوة، وبعد الانتخابات ستكون هنالك رؤية لها أخرى. شوف أخي مقداد، أنت سيد العارفين، أي تحالف حقيقي يبحث عن مشروع دائمي لا مرحلي عليه أن يكون له أسس وقواعد وثوابت تبنى على أساسها هذه التحالفات، أو تبنى على أو يبنى على أساسها هذا الضد الانتخابي الذي يحاول أن يحقق شيئا. أما صراع الأضداد كما قلت لك ومحاولة التجمعات بأغراض تسقيطية واستهدافية، وربما أمور تدخل كلما قربت الانتخابات ستحاول بعض هذه الجهات السياسية أو بعض هذه الكتل السياسية أو التحالفات السياسية أن تنتج أو تسوق نفسها. بعض التحالفات 70% أو 80% لم تأتي بجديد، نفس الأسماء أعادت تكرارها برتوش بسيطة كما قلت لك، وتحاول أن تسوق نفسها بأنها المنقذ وبأنها التي ستحقق القادم. أنا أرى أنه التحالف الذي يبنى على القيادة المركزية وعلى الثوابت الوطنية
وعلى الروح الشبابية الحقيقية التي تحاول النهوض من جديد، ربما هو الذي سيستمر لبعض الانتخابات. وأيضا لا تنسى المناورات السياسية والمفاوضات السياسية والتكتيكات السياسية التي ستكون خاضعة لكل الاحتمالات حتى آخر لحظة. طيب ارجع لي على موضوع التحالفات السنية، اقراني خريطة التحالفات السنية شلون تشوفها. عندنا تحالفين واضحة، عزم وتقدم، منو الأقوى ممكن على الساحة؟ وممكن وش قد ممكن يعني هذا التحالف وش قد يجيب وهذا التحالف وش قد يعني يجيب؟ شوف بالدرجة الأساس أي. نعم يعني شوف بالطبيعة متى هذا السؤال تحكيني بيدري بيك طبعا. طيب زين زين يعني تمنياتنا بالتوفيق للجميع. طيب. نتمنى كل التحالفات تكون لها الرؤية الحقيقية وأن تقدم شيئا لجمهورها. كرأي شخصي أرى أنه تحالف تقدم سيكون له أو ستكون له اليد الطولة في تحقيق النتائج المرجوة في أغلب المناطق التي سيكون فيها. تحالف عزم أيضا لا يستهان به، أيضا به أسماء، ولكن لا أرى يعني كرأي شخصي طبعا لا أراه أنه سيكون منافسا قويا لتقدم، بقدر ما أنه كان تجمع لأسماء سابقة برلمانية وسياسية، ولكن الأبرى بالمنجزات الحالية والمنجزات اللاحقة التي ستقدم للمواطن. وأيضا هنالك تحالفات ربما ستكون لها نتائج، ولا تنسى أيضا هنالك مرشحين مستقلين ربما سيحققون نتائج في هذه الانتخابات. ولكن بصورة عامة أرى أنه الريادة أو السيادة أو الانتصار أو التقدم أو ما تريد أن تسميه ربما سيكون تقدم رقما صعبا في أغلب المناطق التي سيخوض فيها الانتخابات. طيب. طبعا هي لا تعتبرها دعاية انتخابية بقدر ما هي تحليل للواقع الموجود. طيب راح أرجع لك ببعض النقاط بحول ما تحدثت به. أعود لك أستاذ علي بالسؤال اللي قبل أن أنتقل للدكتور، جاوبني عليه باختصار عبد أنتقل لك موضوع التحالفات. استقالة وزير الصحة هل ستطيح بوزراء أخر؟ أكو سخط جماهيري واضح على السيد وزير المالية، الآن ممكن راح يبدأ السخط أيضا على وزير الكهرباء. تفضل. لا أعتقد أن يتخذ الوزراء خطوات سواء برضاهم أو بالإكراه كما حصل مع السيد وزير الصحة، كون الكثير من الكتل السياسية تحاول استثمار وجود ممثلين عنها على رأس الوزارات وبالتالي تسخير موارد تلك الوزارات في الحملات الانتخابية المقبلة، سيما أنهم يحتاجون إلى النفوذ الوظيفي وكذلك موارد تلك الوزارات المالية، يعني جعلها تسير باتجاه مناطق معينة أو مكون معين أو جهات يعني سكانية محددة، وبالتالي من الصعوبة جدا أن تجازف تلك الكتل السياسية لا على مستوى التقديم الطوعي لاستقالتهم حفاظا على ما وجههم ولا على مستوى أن يكونوا مكرهين من قبل يعني ردات الفعل الجماهيرية. وحقيقة السيد مصطفى الكاظمي يحاول أن يمضي بما تبقى من عمر حكومته بكابينة متكاملة بعيدا عن الإدارة بالوكالة والمشاكل التي تحدثها هذه القضية مثل ما حصل في حكومات سابقة. نعم. طيب راح أرجع لك على موضوع التحالفات، قراءتك للتحالفات السنية هسه بعدين ربما أجيك على التحالفات الشيعية والكردية، لكن سولف لي على التحالفات السنية، من الأقوى حظوظا، شلون تقرأ نتاجها بالانتخابات، لها قبول بالمناطق السنية أو لا؟ تفضل. الحسنة الوحيدة لتلك التحالفات أنها حاولت أن تتعاطى مع مزاجية الناخب في تلك المناطق، وهي للمرة الأولى تتجاوز حدود العشائرية وكذلك المناطقية في رسم تحالفات جديدة. يعني نلاحظ أن التحالف ينطلق من الأنبار وكركوك والموصل وصلاح الدين وديالة وأجزاء من بغداد
بنفس الثقل. هذا التنويع يعني جعل للناخب خيارات عديدة، أنه إذا ما يروح التقدم مثلا راح يروح التحالف عزم. هنالك أكثر من مسمى وظيفي، عفوا تحالفي لا يمكن تجاوزه. نتحدث عن تقدم عزم تحالف السيد أسامة النجيفي، تحالف أبو مازن، ولكن علينا أن لا ننسى الكثير من الشخصيات المستقلة كما ذكر ضيفكم الكريم، والتي تحاول أن تجد لها موطئ قدم بعد أن ملأ الجمهور من فكرة الأحزاب السياسية التي ما تلبث إلا أن تتفتت بعيد الانتخابات. هذه يعني حظوظ هذه الأربع مسميات تحالفية قد تكون متقاربة مع بعضها، وهنالك متغيرات ربما تفضل طرف على حساب الآخر ستشهد عنها الأيام المقبلة حقيقة. يعني لا أستاذ علي، أستاذ علي نعم. أنت ضد ما ذكره الضيف أن تحالف تقدم ستكون له حظوظ قوية، وأن العزم لن يكون منافسا قويا لتقدم، مو تمام؟ رغم أن الشخص اللي موجودين بالعزم أيضا هناك شخص قوية، مو؟ احنا يعني ما نقدر نحكم على يعني حظوظ تلك التحالفات من خلال الأسماء. الواقع يختلف عن البروباغاندا الإعلامية اللي تصنعها بعض الأحزاب والجهات السياسية. الآن أعلنت عن التشكيلة فقط، بعد اللاعبين لم ينزلوا إلى أرض الملعب ولم يجروا إحماء ولم تبدأ المباراة. قبيل الدعاية الانتخابية سوف يعني تثبت حظوظ وثقل تلك التحالفات السياسية، وربما تحدث يعني تحولات وانعطافات خطيرة داخل تلك التحالفات، تفضل تحالف على الآخر وتقلب الموازين. هنالك الكثير من الشخصيات السنية لجأت أو انغمست داخل تحالفات عابرة للطائفية والمسميات الضيقة، مثل ما شفنا السيد عبد الرحيم الشمري والسيد عمار يوسف اتجهوا صوب تحالف فالح الفياض، يعني ربما يخطفون الأضواء في الدقائق الأخيرة من عمر الحملات الانتخابية. وكل هذه الأمور لا يمكن يعني أن نطلق عليها أحكام مسبقة ما لم يصوت الجمهور لصالح طرف على حساب طيب الآخر. أنت معي تحالفات لا الجميع تبدو أي. أنت معاي التحالفات العابرة للطائفية لو التحالفات الطائفية؟ احنا شاهدنا في تجربة النصر السابقة عندما انخرط الكثير من ممثلي المكون العربي السني، وواحد من تلك الأسماء سيد خالد العبيدي اللي حصل على أكثر من 70,000 نعم صوت في مدينة الموصل، لم يتم التعامل معه من منطلق وطني داخل تحالف النصر. يعني بعد ما يفوز المرشح السني في التحالف الشيعي يقولوا له يابا انت سني وجمهورنا راح يزعل علينا، ما نقدر نعطيك اي منصب ولا نقدر نخليك فتفاعل اساسي في هذا المشهد. حقيقه هنالك الكثير من الجراح السنيه التي ما تزال يعني غير شافيه وما تزال يعني يسيل منها الدماء، منها قضيه النازحين والمغيبين والسجناء والى اخره واعمار المدن المحرره. هذه لم تكن يعني هنالك ثقل جمعي من قبل المكونات العربيه السنيه، والضغط على صانعي القرار لا تتخذ الحكومه اي تحرك تجاهها، وبالتالي افضل يعني من منطلق حمايه ما تبقى من المكون ومداواه جراحهم ان يصوت الناخب في تلك المناطق لتحالفات ترفع شعار النصر للمظلومين والضحايا. وعندما يكون هنالك وعي سياسي جمعي، احنا نشاهد انه جميع التحالفات العربيه السنيه، العربيه الشيعيه وكذلك الكرديه لم تخرج الى الفضاء الوطني بقوه، وما تزال تتخندق في اماكن ضيقه على مستوى القوميه او المذهب والى اخره من تلك المسميات التي جعلت الوعي السياسي ما يزال غير ناضج، وهو سبب كل تلك الاخفاقات التي يعيشها العراق والعراقيون. نعم جميل. دكتور عمار خلي اعود لك، انت كنت مرشح مو تمام وباخر لحظات سحبت ترشيحك، عود
أنت كنت مرشحا وبآخر لحظات. السؤال تسمعني الآن دكتور عمار؟ أي الآن واضح، عيد السؤال. أنت كنت مرشحا وبآخر لحظات سحبت ترشيحك. نعم. ليش سحبت ترشيحك؟ أنت ما مقتنع بالعملية الانتخابية أو أدوات العملية الانتخابية، أو ما راح تكون انتخابات نزيهة، لو لأسباب أخرى؟ لا 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 لا، بالعكس بالعكس بالعكس. ولكن أنت عندما ترشح لانتخابات وتريد أن تكون عضوا فاعلا مؤسسا للعمل الذي تريد القيام به، أو عندما تدخل الانتخابات وتريد أن تحقق شيئا في البرلمان تخدم من خلاله جمهورك وناسك وتقدم لهم هذا الشيء، هذا الطموح الشخصي. ولكن عندما تكون هنالك مصلحة للجمع المجموع، وأن يكون هذا التجمع أو هذا الجمع له رؤية، ربما تكون أن يكون لك دور ومساهمة في مكان آخر أو في موقع آخر، أرى أنه كل المسميات وكل المواقع تذوب في سبيل خدمة الهدف الأسمى والأكبر. لذلك الهدف الرئيسي والأساسي هو أن نقدم شيئا لجمهورنا ولناخبينا، حتى وإن لم نكن متواجدين في البرلمان، ولكن نخدمهم من مواقع أخرى إن شاء الله. هسه ما قلت لي ليش انسحبت؟ وقلت لك جاوبتك، قلت لك هنالك هدف أكبر وأسمى من الترشيح. شنو ناوي تاخذ وزارة وعدوك بوزارة وقالوا لك انسحب لو شنو؟ نعم. لا 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 بالعكس، لا خصوصا انت دكتور، ونقدم دكتور لجمهورنا ولمناطقنا ولمنطقتنا دكتور. نعم. خصوصا انت بالدورة الماضية كنت مرشحا لوزارة التربية وقابلت. أي. انا عندي معلومات وقابلت بوقتها، يعني يعني اكو وعود. نعم. بهذا الاتجاه. لا والله حاليا كل شيء ماكو، ولكن كما قلت لك انا كنت يعني ناوي أن أو كان هنالك العمل على منطقة الأعظمية، ترشيح على منطقتي منطقة الأعظمية. طيب. وعملت لها منذ أكثر من سنة ونص أو سنتين، ولكن كما قلت لك هنالك هدف أكبر وهنالك مصلحة جماعية على حساب المصلحة الفردية، ليس كل شيء هو الترشيح. رأيت أن أفسح المجال في هذه المرحلة أو في هذه الدورة، ونعمل للأربع سنوات القادمة إن شاء الله. طيب أنت ذكرت التحالف تقدم ستكون له حظوظ قوية، على شنو استندت صراحة؟ وش قد ممكن يجيب كم مقعد من خلال قراءتك؟ هسا قراري قراءة بحيادية يعني، بعيدا عن العلاقات الشخصية. نعم، يعني تعرف أنه تقدم هو مشروع سياسي مستقبلي وضع أسسه وأرسى ركائزه رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، مشروع لسنوات قادمة، مشروع لا يبحث عن أربع سنوات حالية وإنما للسنوات القادمة. عمل في مناطق وفي محافظاته، له أسس وثوابت، له جمهور وله أسماء مرشحة. عملية النتائج طبعا تعرف التجيدا ستتحكم، وستكون هنالك معطيات، وستكون هنالك متغيرات، وستكون هنالك ثوابت انتخابية والعديد من الأمور. لكن أرى أن التقدم سيكون رقما صعبا ومنفردا ربما في مناطق عديدة بالساحة، لإيمان الجمهور بالقائمة أو برئيس القائمة بالأسماء الموجودة في القائمة. تعرف جيدا المثل الشعبي الذي يقول السفينة بربانها، والسفينة التي تريد أن تعبر إلى الضفة الأخرى أو إلى نهاية الطريق في البحر لابد أن يكون لها ربان ماهر يستطيع إدارة دفتها وإيصالها إلى بر الأمان. يعني توصل لي رسالة خلال دكتور الفترة الماضية دكتور. نعم خلي أكمل خلي أكمل بس أعطيك هذه بس. نعم. دقيقة لا ما خليك تكمل. يعني السيد الحلبوسي ربان ماهر؟ نعم
التجارب والجمهور هو الذي يجيبك، لست أنا أجيبك. طيب. بقدر ما المنجزات والمعطيات هي التي تجيب. نعم. لا إذا إيش لا شو خليته محمد الكربولي يفلت من عندكم؟ دكتور الربان المهر ما يخلي أحد يفلت منه. الأخ محمد. وليش دخلنا بالسياسة يعني؟ الأخ أبو مصطفى الداخلية. هو جزء مهم. نعم. ليش تدخلونا بالسياسة الداخلية؟ تجبرنا نتدخل بالسياسة الداخلية. نعم. للتحالف. تفضل. لا لا، السيد الكربولي الأخ أبو مصطفى هو رقم مهم ورجل له الاعتزاز والمكانة، واختار طريقه واختار الجهة التي يريد أن يعمل بها، وما بعد الانتخابات ربما سيكون لكل حادث حديث. طيب سأعود لك استاذ علي. الموضوع الحصول على المقاعد. المقاعد الانتخابية. نعم. تفضل دكتور. مقاعد الانتخاب. وسألتني على عدد، قلت يعني متوقع أن يحصل تقدم بين 45 إلى 55 مقعد. نعم. يعني شو أي واحد استضيفه من تقدم دكتور كلهم يقولوا لي 50، كأنكم قافلين على 50، مو تمام؟ لا أنا قلت لك، لا أنا قلت لك من 45 إلى 55. إحنا نطيناك الوسط، هو الوسط 50، تمام؟ راح أرجع لك. أستاذ علي، لأول مرة التحالفات السنية تخلو من وجود الدكتور عياد علاوي، ألا تجد أنها سابقة خطيرة بصراحة بتاريخ العملية الانتخابية؟ نعم، بس عندي تعليق. هن المقاعد السنة 80 مقعد يعني. إيه؟ راحن 50 التقدم، الباقين شيء حصلون يعني. الباقين على 2-2 بها الكل. ما اعتقد هذا الرقم يعني غير مبني على دراسة وقراءة منطقية للساحة حقيقة. السيد لا لا، هذا الواقع، هذا الواقع. لا دكتور راح ارجع لك، والساحة ستثبت ذلك. دكتور عمار محترمة. دكتور عمار ارجع لك، تجاوب السياسية. تفضل تفضل استاذ علي. شاركت في تأسيس العملية السياسية منذ نشأتها بعد العام 2003، ولديه الكثير من العلاقات المتوازنة مع كافة الأطراف المحلية والإقليمية وكذلك الدولية. لكن العرب السنة يعني منذ تجربة 2010 خسروا الكثير بسبب تمسكهم بقيادة السيد أياد علاوي قضيتهم السياسية. وهذه القضية يعني أنها نابعة من معاناة الشارع العربي السني. حقيقة عدم تمسك السيد أياد علاوي بمعاناة الشارع السني الحقيقية جعلتهم يخسرون الكثير، ويعني كما يقال هم انتشلوا على نفسهم بعيدا عن الذهاب إلى وسيط ليتوسط لهم بالسيد المالكي عندما كان رئيس وزراء، أو السيد حيدر العبادي، وحتى عادل عبد المهدي. نتمنى تمرد أوسع من قبل زعامات المكون العربي السني أن يتحاورون مع الجانب الإيراني بالمباشر، وليس عبر وسطاء وزعامات شيعية عربية هي تنقل كلامهم قد تجتزئ جزء منه أو تضيف إليه بعض المفردات وتذهب به إلى الجمهورية الإيرانية. هذا التمرد على أياد علاوي وغيره من الزعامات السياسية التي كانت تمسك بالموقف السني وربما تسخره باتجاهات هي تراها وطنية، لكن الشغل الوطني أو الفضاء الوطني حالياً ما يصرف في ظل أزمة الطائفية اللي جاي تحصل، إنه كل من يحوز النار القرصته كما يقولون شيابنا. وبالتالي خسر المكون الكثير من في الكثير من المناسبات بسبب لجوئهم إلى شخصيات وطنية لا تعرف عن واقع المناطق العربية السنية الشيء الكثير. يمكن السيد أياد علاوي احتراماتي له هو ما يندل للحظر وين صايرة، ولا يندل للحويجة وين موقعها، وبالتالي المواطنين في تلك المناطق يعانون من الكثير من الإهمال ومن الكثير. طيب أستاذ علي، ضنك جميل العيش. جميل، وصلت الفكرة. ارجع لي لموضوع أنت قلت لي السنة 80 مقعد. أول شيء شلون بنيت هذه النظرية 80؟ ممكن يحصلون 90 وممكن يحصلون 70.
هذه نقطة. النقطة الثانية، شنو التقسيمات اللي ببالك للتحالفات السنية بالمقاعد في الانتخابات؟ يعني أقصد خارطة المقاعد الانتخابية القادمة. هذا يعني سؤالك محرج جدا. طيب. قضية توزيع المحافظة إلى دوائر انتخابية محرج في شقه الثاني، جعلت المناطق العربية السنية، يعني نتحدث عن مناطق جنوب الموصل لديها 5 مقاعد، هذه 5 مقاعد عربية سنية بحتة، وللجري راح يكونون بيها. في السابق كان ممكن إزاحمهم المسيحي والشبكي والكردي وإلى آخره من مسميات المكونات الأخرى المحترمة. هذه القضية جعلت أبناء القيارة والحضر والبعاد يحصلون على 5 مقاعد صافية. عندما تنقل التجربة إلى مناطق شمالي صلاح الدين ومنطقة صلاح الدين الأولى، بالإضافة إلى تضيف لها مناطق في ديالة، 15 مال الرمادي، في مناطق حزام بغداد، كل هذه وفق إحصائيات ويعني قراءات تقريبية للمشهد راح يكون عددهم بحدود 84 مقعد للمكون. هذه التقسيمات أثارت الكثير من الكتل السياسية الطائفية التي تحاول أن تحجم دور المكون العربي السني، وهذا التقسيم يحسب للسيد محمد الحلبوسي ورفاقه عندما أصروا على جعل المحافظة أكثر من دائرة انتخابية، وبالتالي سوف تزيد حظوظ المكون وربما يعني تزيد مقاعدهم الوزارية، تزيد حصتهم داخل وكالات الوزارات والمدراء العامين، وبالتالي ربما ينعكس بالإيجاب على واقع حال مدنهم الفاين حظها. التقسيمات الثمانين هاي وين يروحن؟ يعني وين يروحن؟ ما نقدر يعني انبت بهذه القضية، بس تقديريا أكثر كتلة في المكون ما راح تتجاوز 25 عتبة 25 صوت، وننزل إلى 20 و15 و10، وربما تظهر لنا يعني كتل صغيرة على مقعد أو مقعدين، واللي يقدر يتجاوز عتبة 20 مقعد هو راح يقود زعامة المكون العربي السني. نعم. هناك قضية يجب أن يفهمها الجمهور. أي. يوجد تحرك داخل أكثر من كتلة سنية يقول لك إحنا اليوم ما نريد منصب رئاسة البرلمان، هذا المنصب صار عبء علينا، المنصب أصبح يعني يشكل رمزية فقط، في حين أنه الرئاسة صح تكون بزعامة شخص واحد، لكن هنالك مجلس رئاسة يتكون من رئيس المجلس ونائبيه، هنالك قرار 329 صوت داخل البرلمان، وصوت الرئيس يشبه صوت أقل يعني الأعضاء عمرا أو حتى أكبرهم. الآن هنالك توجه يعني من قبل الكثير من الشخصيات والزعامات السياسية السنية للحصول على منصب رئاسة الجمهورية وإعطاء منصب الرئاسة الخاصة بالبرلمان للكرد، وهذا الطرح أعتقد يتناغم مع توجهات ومواقف وطموحات الكرد. طيب أستاذ علي إيش قد تقدم، إيش قد يحصلون؟ 45 أو 55؟ مو أنت اعترضت على الرقم؟ أوفر، أنا قلت لك يعني أقصى حد الماكسيمم ما 25 مقر. طيب راح دكتور عمار 25 ترى ماكسيمال، هيك يقول استاذ علي. اي هاي 25 بس بالموصل وبغداد ان شاء الله. هاي طلعت هاي لعد ما اخذيها كلها انتم يابا، ترى 50 والباقي مش راح يحصلون دكتور. تلحقها الانبار وتلحقها الانبار وتلحقها دياله وصلاح الدين وكركوك وشمال بابل والبصره ان شاء الله. خلي يحصلون على 10 مقاعد. انا قلت لك الرقم بين 45 الى 55. شلون يصعد 5 ينزل 5؟ تدري هاي امور تتعلق بالانتخابات. طيب. والمتغيرات. طيب استاذ علي شنو تقول استاذ علي؟ هو الضيف الكريم يقول من بغداد والموصل يحصلون على 25 مقعد. أي. السنة فينا ينوى اذا حصلوا بشكل جمعي على 10 مقاعد رايتهم الشمس وامورهم عدله. طيب. يعني كما يقال، فكيف من هاتين المحافظتين ان
والله يا اخوي والله يا اخوي احنا بالاساس عندنا المهم هو الجميع يعني المهم ان يكون برؤيه واحده ومشروع واحد نمضي جميعا بدون تقسيمات وبدون تشرذمات. استاذ علي بس اختصر لي خليني ارجع الدكتور عمار. استاذ علي سريعا شنو قلت؟ ايش قد محددين بالمناطق العربيه السنيه من بطاقات الانتخابات؟ اي ما الرقم ما يصل ال 50 يعني. طيب. عندك النازحين ما راح يصوتون لان معظمهم ما محددين. طيب دكتور عمار، دكتور عمار بالله عليك احسب لي حساب عرب، هي بس من بغداد ونينوى 25، ايش خليتوا لحد ببغداد؟ المقاعد كلها راح تاخذوها ونينوى كلها بعد و15 مال الانبار هم لكم هاي صار 40 وبعد. بس الصوت مو واضح. احسب لي اياها حساب عرب هاي ال 45 لا 55 وين؟ صلاح الدين ايش قد؟ تاخذوا لكم واحد بصلاح الدين لو اثنين دياله. ايه دياله هم اثنين شمال بابل هم واحد هاي صاروا خمسه بالبصره واحد اذا حصلتوا هاي سته. والله اذا تريد تحسب يجوز تزيد يجوز تزيد من لا انا بدي احسب لك هسه حساب عرب سته طلعوا وياي يعني. بعد انبار مو صوت بدا اسمع صوتك مو واضح دي قطع. طيب الانبار ايش قد الانبار؟ يعني 12 11 بين 10 الى 12. طيب بين خلينا نقول 11 حلو اوسط وسته ذولا 17 زين. بغداد ايش قد تحصلون؟ 7-8 وجوز أكثر. هاي 8 راح ننطيك هاي 25 بعد وين؟ نينوى دقيقة ديالة ديالة حسبناها تقريبا ثلاث مقاعد تقريبا. لا والله اثنين ما راح تتجاوز الاثنين بصراحة وجوز أكثر. طيب يعني هسه صلاح الدين 4 يا دعوة صلاح الدين 4 ايش دعوة؟ ترى موجود ابو مازن وموجودين العقد الوطني وموجودين ثلاثة ها ما منو راح يخليكم تاخذون 4 ثلاثة يلا طيها 3 لا تزعل. والله دكتور طيب خليني كركوك 2 وين؟ ايش قصر يمك؟ وين؟ 2 وين؟ كركوك ايش قصر؟ صار عندي 37 يعني 2-3 هم يعني كركوك ايش قصر طيب. يمك 37 بعد 8 37 15 12 بالموصل 12 الى 14 قول 12 هاي 49 بابل واحد والبصره واحد متوقع. طيب وجوز اكثر نعم. طيب راح اعود استاذ علي انا وقت انتهى بس وكل شيء يبقى في وقتها وكل حادث حديث. طيب احنا موعدنا ورا الانتخابات فقط على نقطه واحده انه ايه؟ سفينه التقدم ايه؟ تتسع للجميع. هسه الباص صار سفينه الباص توسع الامور لا هو من البدايه سفينه كبيره ايه؟ تتسع للجميع. طيب بس الاخ الكربوري ما كان يريد يصبح ايه؟ حولها على الباص. طيب استاذ علي اريد اختم انا تقدم يجيبون 4 بصلاح الدين لا صعبه رقم اوفر يعني افضل الحلول اذا حصلوا مقعدين فامورهم كلش عدله لان من خلال قراءتي لمرشحي ايه؟ تقدم شلون في صلاح الدين لم يعني لم تكن موضوعية ومبنية على بروباغاندا إعلامية مسبقة لم يتم استقطاب شخصيات لها ثقل وبعد اجتماعي في محافظة صلاح الدين وبالتالي إذا حصل تقدم على مقعدين فأموره كلش توب في محافظة صلاح الدين لأن يعني الصراع كلش محتدم في المحافظة وفي خصوصا في مناطق شمالية المحافظة في الدائرة الثالثة عزم يضع نفسه بقوة تحالف أبو مازن هنالك الكثير من المستقلين نعم سولف في خريطة صلاح الدين التغييرات قادمة هسه احنا موعدنا ورا الانتخابات
بكل الأحوال موعدنا وراء الانتخابات، أنا شيك هذه الأرقام يعني حافظها ببالي سجلتها. أستاذ علي سريعاً 12 مال صلاح الدين، توقعاتك سريعاً، انتهى وقتي. توقعاتي أبو مازن مقعد، قتيبة مقعد، السيد عمار يوسف وعمار جبر المحافظ أيضاً ينافس، النائبين السابقين، الست شمائل، هنالك مرشحة في بيجي للجياسات، هنالك مرشح ضمن تحالف تقدم هو ما يزال مغمورا، السيد الشيخ جاسم الوحش عن ناحية تلول الباج في محافظة صلاح الدين. يعني الصراع محتدم، أعتقد أنه الأخوة الكرد ربما لن يوفقوا في الحصول على مقعد نيابي في المحافظة. طيب في أشواق الجبوري، هنالك أشواق الجبوري، والله الست أشواق حظوظها ضعيفة، يعني لم تقدم خلال مسيرتها كعضو مجلس محافظة أو كنائب الشيء الكثير، لكن كان عندها بالانتخابات الماضية. أنت جاي تحرجني، الجميع أصدقائي وقرائبي. نعم بالانتخابات الماضية كان عندها 4-5 آلاف جابت يمكن، مو تمام يعني أقصد عندها جمهور. في موقع القرار هي الآن ابتعدت عن الساحة، وما نعم. أدري ست أشواق شو اسمه واتساب مالها يقرا عمان، اذا هي ما متواجده في مناطق محافظه. لا 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 هي موجوده بصلاح الدين للامانه، انا تواصلت وياها يعني. انا منصفها للمراه. اي بس ترى مقداد ترى 4000 بال 4000 ترى مو فتره. طيب استاذ علي، الجمهور الان يعني اصبح اكثر تمردا على الكثير من المفاهيم السياسيه، وبدا صريحا في التعامل والتعاطي مع المواقف، الان يحرج السياسي المعين يقول له انت ما قدمت لنا شيء، وانت طيب. ما انطيتنا اللي نريده، وما ساعدتنا حتى لا ماديا ولا طيب. معنويا ولا وقفت طيب. ويانا طيب. طيب. اذا احنا راح نلجا لغير حلول، ويعني اصبحت عمليه هنالك عمليه معاقبه انتخابيه طيب. في الواقع السياسي في المحافظه. طيب استاذ دكتور عمار تفضل، راح اعطيك دقيقتين لانه بقياس الوقت على مدى انصفك، تفضل. صوتك بدا تفضل دكتور سألت. عمار تفضل تفضل لك دقيقتين تفضل. يعني شوف انت اشرت الارقام، ترى اكو ارقام ربما ستكون متغيره، تعرف الانتخابات أكيد. الماضيه كانت على المحافظه كامله او على العاصمه كامله. نعم. الان الدوائر راح تغير هوايه، هنالك وجوه قادمه ربما لن يتوقعها البعض، ستطيح بمعابد الكهنة وبرجالات الأبواب الخلفية السابقين، ستطيح بالكثير من الأسماء، هنالك أسماء كثيرة الآن الشارع يرفضها، لا يظن أنه الأسماء السابقة لها نفس التأثير ولها نفس القدرة، القادم سيحمل رياح التغيير وسيعصف بالكبار وسيعصف بالذين يظنون نفسهم أنهم باقين، هنالك متغيرات قادمة كبيرة وعديدة. نعم شكرا، هذا ما أقوله. نعم شكرا للدكتور عمار العزاوي رئيس مركز اليرموك. حياك الله. للدراسات الاستراتيجية. عندي ملاحظة صغيرة. تفضل بس يكون ما بيها طلايب لأن وقت انتهى. لا أنا ماسك طلابة يا دكتور عمار. اليوم ما راح أقدر أبات بالبيت. ليش؟ راح تسبب لي إحراج ويا الجمهور السياسي وبعض الزعامات السياسية اللي راح يكون عتبهم شديد وثقيل، والله اليستر من الجايات. طيب لا لا عن راس، لا بالعكس لا بالعكس بالعكس عن راس، هذا تشخيص للواقع. وشكرا جزيلا لك دكتور عمار عزاوي رئيس مركز اليرموك للدراسات الاستراتيجيه من بغداد، شكرا جزيلا لك. من اربيل الاستاذ علي البيدر الباحث في الشان السياسي حياة. ايضا شكرا حياة. جزيلا لك، رمضانكم مبارك، كل عام وانتم بخير، شكرا. وانتم احبتي شكرا لكم على حسن المتابعه، نراكم غدا، ها هو مقداد الحميدان يترككم بحفظ الله ورعايته، في امان الله.